مدبولي يتابع موقف عمل شركة النقل التشاركي بنظام تكنولوجيا المعلومات. قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة في حي الشجاعية بمدينة غزة وتتحدث عن خوض المراحل الأخيرة من عملياتها في رفح الفلسطينية. تقارير صحفية تكشف عن تقديم واشنطن مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار، ووزير بالاحتلال يتحدث عن صعوبة تدمير قدرات حماس في غزة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لشركات النقل التشاركية العاملة بنظام تكنولوجيا المعلومات في مصر وتقنين وضعها. وأشار مدبولي إلى انعقاد اجتماع يأتي بهدف السعي لحل أي مشكلات تواجه شركات النقل التشاركي وضرورة تقنين عمل تلك الشركات من خلال سرعة تفعيل قانون لتنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي ينظم عمل تلك الشركات وفقا للضوابط المحددة لذلك. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية. وخلال كلمته نقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للخريجين، مشيرا إلى دور الأكاديمية في الإعداد والتأهيل رفيع المستوى للعسكريين المصريين والوافدين وكذا الدارسين من أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يمكنهم من الوفاء بمهامهم ومسؤولياتهم الوطنية. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة. وألقى اللواء أركان حرب طارق هلال القائم بأعمال مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية كلمة أشار خلالها إلى دعم القيادة العامة للقوات المسلحة لتطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية وصولا لمقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية لمواكبة التطور المتلاحق في العلوم العسكرية والاستراتيجية بما يضاهي كبرى الأكاديميات العالمية المناظرة. وقام رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة بإعلان نتيجة التخرج للدورات المختلفة، وقدم عدد من الدارسين دروع الدورات الدراسية للقائد العام للقوات المسلحة. أعقبه إعلان مدير إدارة شؤون ضباط القوات المسلحة قرر منح الدرجات العلمية وتكريم أوائل الدورات الدراسية. وقام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخريجين نقطة التدريب من الطبقة الثانية وتوزيع شهادات التقدير على المتميزين تقديرا لتفوقهم خلال مدة الدراسة داخل الأكاديمية. تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للخريجين، مشيرا إلى دور الأكاديمية في الإعداد والتأهيل رفيع المستوى للعسكريين المصريين والوافدين وكذا الدارسين من أجهزة ومؤسسات الدولة بما يمكنهم من الوفاء بمهامهم ومسؤوليتهم الوطنية وتولي الوظائف القيادية المختلفة، مقدما التهنئة للدارسين الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم التوفيق في خدمة أوطانهم وقواتهم المسلحة التي تجمعنا بها علاقات مميزة من الشراكة والتعاون في مختلف المجالات.
بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة يوم الأحد بتلك المناسبة من خلال مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. التخفيضات يشارك فيها 69 مولا تجاريا و 348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة، إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي، ليصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية. تنيانكم في 30/6 بعد التخفيضات. كل سنة وانتم طيبين. مستنيينكم في 30/6 أكبر التخفيضات حضر ماتش خلمان. مستنيينكم 30/6 مع أكبر عروض لجميع منتجات بلبن، وكل سنة وانتم طيبين. نستمتع مع بعض بكل الألعاب بمناسبة 30/6. مستنيينكم تشرفونا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. مستنيينكم في احتفاليات 30/6 أقوى عروض سنتر شاي. عاملين خصومات وعروض بمناسبة احتفالات 30/6. مستنيينكم تنورونا. عاملين عروض وخصومات بمناسبة احتفاليات 30/6. منتظرينكم تنورونا. جميع فروع جس عندنا عروض وخصومات، مستنيكم تشرفونا إن شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. مستنيينكم يوم 30/6 عاملين عروض وتخفيضات. مستنيينكم في جميع فروع دريم 2000. مستنيينكم في فروع تسيبس عاملين خصومات يوم 30/6 وعروض. مستنيينكم تشرفونا. بمناسبة 30/6 عاملين عروض وخصومات في تاون تيم، في انتظاركم. عاملين خصومات كويسة في جميع فروع تاي هاوس، منتظرينكم إن شاء الله. كل سنة وحضرتك طيب يا رئيس، والشعب المصري كله بخير. إن شاء الله مستنيينكم 30/6 في كل فروع عرفة جروب معاكم العروض والتخفيضات. في الوقت الذي مضت الدولة المصرية فيه قدما لاقتلاع الإرهاب من أرضها بعد ثورة 30 يونيو، كانت يدها تبني وتعمر والأخرى تحمي الأمن القومي وما تبقى من مقدرات الأمة. وبينما تمضي في مخططاتها للبناء والتعمير، أخذت على عاتقها تثبيت عائم استقرار الدولة لتنطلق بعدها لاستعادة دورها خارجيا، سواء على المستوى العربي أو الإقليمي. ثورة 30 يونيو ثورة غيرت مجرى أحداث التاريخ المصري الحديث والمعاصر، وكتبت بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني المصري الخالص، لتنطلق مسيرة البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على المستويات كافة جنبا إلى جنب مع تثبيت أركان الدولة. ففي يناير عام 2014 تم وضع أولى لبنات إعادة بناء مؤسسات الدولة بإقرار دستور عام 2014، وذلك بعد أن صاغته لجنة 50 والتي ضمت القوى السياسية من كافة التيارات المختلفة ونال موافقة الشعب باستفتاء عليه. ومع إقرار دستور عام 2014 وإجراء الانتخابات الرئاسية في العام ذاته، حان وقت السلطة التشريعية، حيث تم إجراء انتخابات مجلس النواب عام 2015، ثم اكتملت المؤسسة التشريعية بعودة مجلس الشيوخ في عام 2020، وهو الغرفة الثانية من البرلمان بالمسمى الجديد الذي أقرته التعديلات الدستورية. ولأنه لا استقرار لأمة دون استقلال القضاء،
كان دعم السلطة القضائية حاضراً ضمن صدارة أجندة عمل الدولة بعدما تعرضت لحرب شرسة خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد، وظل رجالها على مدار سنة كاملة يقدمون دروساً في الصمود ليجني قضاة مصر ثمار دفاعهم عن ميزان العدالة بدعم غير مسبوق من جميع مؤسسات الدولة التي رسخت دعائم استقلال القضاء وأكدت مبدأ الفصل بين السلطات الذي ترتكز عليه الدولة الحديثة. ولأن التحدي الأكبر الذي كان يواجه الدولة آنذاك هو مواجهة الإرهاب، أخذت الدولة على عاتقها تنفيذ استراتيجية شاملة تقتلع الإرهاب من جذوره وتجفف منابعه. حماية الوطن وصون مقدراته لم يكن ليحدث دون اهتمام القيادة السياسية بالجيش المصري وتحديثه، وذلك من خلال خطة متكاملة تدعم قدرات أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية ووحداتها على مختلف المستويات، ومن خلال تبني استراتيجية واضحة لتنويع مصادر السلاح. ولمواجهة التطرف جاء الاهتمام برفع الوعي بمفهومه الشامل، حيث دعا الرئيس السيسي إلى تجديد الخطاب الديني مطالباً المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف والكنيسة بالقيام بدورهما في إحياء خطاب ديني وسطي مستنير قائم على الرحمة والتكافل ويرسخ أسس التعايش والمواطنة، وذلك جنباً إلى جنب مع دور الإعلام. وبعد استعادة تماسك مؤسساتها في الداخل، انتقلت الدولة إلى مرحلة فرض هيبتها في الخارج، فلعبت الدبلوماسية المصرية دوراً مشهوداً في تنفيذ السياسة الخارجية التي حدد الرئيس السيسي ملامحها، وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي. هي إذن حكاية وطن يعرف كيف يرتب أوراقه من الداخل لينطلق في مسيرة بنائه بأقدام ثابتة نحو مستقبل يستحقه. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي شريف عارف. بعد تحية أستاذ شريف، أيام تفصلنا عن ذكرى ثورة 30 يونيو التي غيرت وجه مصر، وبعد الثورة عاكفت الدولة على تدعيم ركائز الدولة وتثبيت أركانها من سلطة تشريعية وقضائية وأيضا تنفيذية. في رأيك كيف ترى تلك الخطوات وانعكاسها على الاستقرار الذي تعيشه مصر حاليا؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل مشاهديك. اولا اذا جاز لنا ان نعدل المصطلح لكي يكون تحديات امام الدوله المصريه بعد ثوره 30 يونيو المجيده. كانت هناك تحديات رئيسيه، التحدي الرئيسي هو استعاده الدوله مره اخرى، بمعنى اننا لا دوله. بعد 30 يونيو أصبحنا في مرحلة الدولة بالمؤسسية السياسية المتعارف عليها، لأننا قبل هذا التاريخ كنا مقبلون على خطر قد يؤدي لا قدر الله للدولة نفسها. صحيح. لذلك كان الهدف أن نحافظ على الهوية المصرية التي للأسف فقدت أو يعني تأثرت بشكل كبير في العام الأسود الذي حكم فيه الإخوان مصر، وتصاعد وتنامي الكراهية والتفكيك المسيج الوطني. وبالتالي كانت هناك تحديات رئيسية أمام الدولة انعكست في عدة خطوات رئيسية في شكل خطة متكاملة. الدرجة الأولى تطهير الدولة من الإرهاب، وأعتقد أن ذلك استغرق سنوات يعني ليست قليلة، قدمت فيها الدولة المصرية كل ما تملك من أرواح الشهداء ومن الأموال ومن التسليح في سبيل أن يستعيد الشعب المصري وأن تستعيد الدولة المصرية فكرة الأمن وحرارة الإرهاب. وبالتالي كانت هناك استحقاقات اخرى سياسيه ودستوريه يعني اعتقد انها كانت مهمه في واعتقد ذلك هو دستور عام 2000
14 الذي استعاد يعني هيبة مصر وقدمت لجنة الخمسين التي شكلت من مختلف الأطياف المصرية كل ما تملك في سبيل صدور هذا الدستور بعد الدستور الذي أصدرته جماعة الإخوان الإرهابية. صحيح أستاذ شريف، اسمح لي، يمكن بعد الثورات عادة يعني تعاني الدول لسنوات وسنوات حتى تستطيع أن تستعيد رونقها مرة أخرى، لكن مصر استطاعت الحقيقة بعد سنوات قليلة يعني بسبب طبعا قيادتها السياسية ورساخة مؤسساتها أن تستعيد قوتها وقيمتها ليس فقط على المستوى الإقليمي لكن أيضا على المستوى العالمي. بما تفسر هذا؟ اسمحي لي ان الفعل الثوري لا يمكن تقييمه في سنوات طويله، عفوا في سنوات قصيره، ولكن الفعل الثوري عموما يحتاج الى بناء. واعتقد ان الفتره الماضيه كانت هناك لبنه رئيسيه لاستعاده الدوله بهيبتها وقواتها ومؤسساتها، تمثلت في مجلس النواب عام 2015 وثم الانتخابات الرئاسية عام 2014 ثم الانتخابات الرئاسية التالية، دعم فكرة السلطة القضائية وأن الكلمة العليا للقضاء في مصر، بعد أن للأسف اهتز هذا المبدأ طوال عام حكم الإخوان وللأسف قوبل بنوع من التهميش ونوع من التقليل مما أدى إلى احتقان المجتمع، وبالتالي نحن أمام خطة متكاملة قدمتها الدولة المصرية لتناسب عملية التنمية المستدامة 2030، وبالتالي الدولة تسير وفقا لأهداف محددة ومعتمدة من قبل، وعليه فإن آثار 30 يونيو لن تكون في خلال سنوات قليلة، ولكن 30 يونيو أو الجمهورية الجديدة هي امتداد لهذه الثورة، وأيضا كل ما سيحدث في الفترة المقبلة هو امتداد للفعل الثوري في 30 يونيو 2020. صحيح، جزيل الشكر لحضرتك الكاتب الصحفي أستاذ شريف عارف، كل عام حضرتك بخير وكل الشعب المصري بألف خير. شهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطورا كبيرا منذ 30 من يونيو من عام 2013، فأصبحت نموذجا للتعاون الاقتصادي الدولي، كما تخطط لتحويل موانئها لمركز إقليمي لتمويل السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر. جهود متواصلة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعكس نجاح الحكومة في تطوير البنية التحتية من خلال وضع استراتيجية لتنفيذ مشروعات الوقود الأخضر. إلى وجهة عالمية للاستثمار، تحولت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع نجاحها في جذب استثمارات هائلة بقطاعات متعددة. مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية استحوذت على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات، حيث كانت على رأس الأولويات تطبيقاً لرؤية مصر 2030 وبعدها البيئي الهادف للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، لتصبح المنطقة الاقتصادية بقناة السويس نموذجاً للتعاون الاقتصادي الدولي من خلال ثقة العديد من الاستثمارات الدولية التي اختارتها لتكون مركزاً لتوسعاتها في مختلف الأسواق، نظراً لموقعها الاستراتيجي المميز والعمالة الفنية المدربة. وتخطط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحويل موانئها التابعة لمركز إقليمي لتمويل
تأمين السفن بالوقود التقليدي أو الأخضر، وسط سعيها لتوطين صناعة الوقود الأخضر والصناعات المغذية والمكملة له. ففي أغسطس الماضي نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود الأخضر الميثانول بميناء شرق بورسعيد في 6 ساعات، لتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. ووفق بيانات حديثة للمنطقة الاقتصادية، فقد نجحت خلال العام المالي 2023-2024 وحتى نهاية مارس 2024 في جذب 144 مشروعاً مختلفاً ما بين الشركات الحاصلة على موافقات نهائية أو مبدئية باستثمارات إجمالية تقدر ب 3,200,000,000 دولار. وخلال النصف الأول من العام المالي 2023-2024 حققت المنطقة الاقتصادية إجمالي إيرادات بلغت 4,300,000,000 جنيه، وذلك عن الفترة من أول يوليو لنهاية ديسمبر من العام الماضي، مقارنة بمبلغ 2,600,000,000 جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022 بزيادة قدرها 70%. ونظراً لهذه الإنجازات، حصلت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على شهادة شراكة نموذج أهداف التنمية المستدامة للمناطق الاقتصادية من التحالف العالمي للمناطق الاقتصادية الخاصة ضمن قائمة لـ50 منطقة اقتصادية على مستوى العالم، تم اختيارها من 7,000 منطقة اقتصادية خاصة يمثلها التحالف. وجاء هذا الاستحقاق كاعتراف بالجهود الرائدة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذا المجال. وتعكس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجاح الحكومة خلال السنوات العشر الماضية في تطوير البنية التحتية واستغلال موقعها الاستراتيجي واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوطين الصناعة وتشجيع عمليات التصدير. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل بأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأؤكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة من خلال قصف جوي ومدفعي كثيف، فيما نزح الآلاف من الفلسطينيين من الحي. وأوضح شهود عيان أن الفلسطينيين في حي الشرقي للمدينة كانوا يفرون باتجاه الغرب تحت إطلاق النار الكثيف، بينما أغلقت القوات الإسرائيلية الطريق جنوبا. هذا واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء المجزرة التي استهدفت الحي. وكانت قوات الاحتلال قد طالبت سكان حي الشجاعية شرقي مدينة غزة بالنزوح باتجاه الجنوب، فيما توغلت دبابات الاحتلال داخل الحي. في الأثناء أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها تخوض المراحل الأخيرة من عملياتها العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية. وفي هذا الإطار واصلت قوات الاحتلال عملية اجتياح المدينة وتفجير المربعات السكنية غرب ووسط المدينة وإطلاق نار على كل من يحاول الدخول إليها. ودمر الاحتلال قرية السويدية الواقعة على الجانب الغربي من المدينة بالكامل. واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 65 بعد 200 من العدوان. يأتي ذلك فيما أعلنت السلطات الصحية في غزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة. وصل المستشفى 47 شهيدا و52 مصابا خلال 24 ساعة ماضية.
وليرتفع بذلك حصيلة العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 37,765 شهيداً و86,429 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة عدم قدرة طواقمه على التعامل مع العدد الهائل من الاستهدافات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف خيام ومدارس النازحين في القطاع، وأشار إلى أن واقع المنظومة الصحية شمالي القطاع مأساوي مع استمرار العدوان، محذرا من توقف مهام الدفاع المدني في أي لحظة بسبب بشح الوقود. أكدت الأمم المتحدة أنها لم تنسحب من قطاع غزة، وأن العقبات التي تعترض المساعدات الإنسانية في غزة لا تزال مستمرة، وتوزيعها يتم في ظل مخاطر كبيرة. وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوغاريكي أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن فيما يتعلق بالتحسينات التي طلبوها من إسرائيل في عملية توزيع المساعدات. وذكر دوغاريكا أن المنظمة لا تعمل تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدا أنهم جربوا طرقا مختلفة لتوزيع المساعدات، وأضاف أن الطريقة الوحيدة للنجاح هي وقف إطلاق النار، مجددا تأكيده على ضرورة عدم إعاقة وصول المساعدات الإنسانية. The need to support the millions of Palestinians, civilians, who humanitarian operations have repeatedly been in the crosshairs in Gaza. And I think you know the number of humanitarian workers that have been killed. We've repeatedly. قال وكيل الأمن العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث إن وضع الأمن الغذائي في غزة لا يحتمل، داعيا إلى فتح جميع نقاط العبور إلى القطاع. جاء ذلك تعليقا من جريفيث على تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي الصادر عن 19 وكالة إنسانية تابعة للأمم المتحدة، والذي أفاد بأن نحو 96% من سكان غزة، أي نحو 2,100,000 شخص، يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد. We are worried about the potential for further. ما يقرب من 96% من سكان غزة يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بينهم نحو نصف المليون يواجهون مستويات كارثية. لذلك نريد فتح جميع نقاط العبور وأمن وسلامة المساعدات وخفض الاشتباكات وعدم استهداف عمال الإغاثة والمؤسسات الصحية. ما زلنا ندعو لوقف إطلاق النار الذي بدونه لن يكون الناس في أمان. It's a political matter, primarily. أفادت القناة الإسرائيلية 12 بتفاصيل حول الكمين الذي تعرضت له قوة إسرائيلية أثناء اقتحامها مخيم جنين، وأدى إلى مقتل ضابط وإصابة آخرين. وأوضحت أن القوة الإسرائيلية دخلت إلى مخيم اللاجئين في جنين من عدة اتجاهات في وقت واحد، وانفجرت عبوة ناسفة في جرافة عسكرية كانت تمشط الطريق، ما أدى لإصابة الجنود في المركبة. وعلى الفور دخلت قوات إنقاذ لإخلاء الجرحى من المركبة التي انفجرت تحت، وذلك عبر عبوة مدفونة تحت الأرض أدت لمقتل الضابط الإسرائيلي الذي كان يشغل منصب قائد فرقة القناصة في الكتيبة 93. أكد نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر اليوم 28 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى سابقون. وبهذه الاعتقالات ترتفع حصيلة الاعتقالات بالضفة إلى 9,430 معتقلا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي. وأكد النادي في بيان أن عمليات الاعتقال رافقها تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب تدمير وتخريب منازل المواطنين. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين.
وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. كشفت صحيفة واشنطن بوست أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار منذ 7 أكتوبر الماضي. وأوضحت الصحيفة أنه تم تحويل نصف المساعدات تقريبا في مايو الماضي بعد موافقة واشنطن على صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار. كما أكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية وافقت على أكثر من 100 صفقة مبيعات سلاح للاحتلال وسلمت لها منذ بداية عدوانها على القطاع، تضمنت آلاف الذخائر الموجهة والقذائف الخارقة للتحصينات وغيرها من المساعدات الفتاكة. اختتم وزير الجيش الاحتلال الإسرائيلي أف جالانت زيارته إلى واشنطن، وقال جالانت أن تقدما كبيرا تحقق في مسألة إمدادات الذخيرة الأمريكية إلى إسرائيل. كما أوضح جالانت إلى أنه ناقش مع كبار المسؤولين الأمريكيين مقترحاته لليوم التالي لغزة بعد الحرب، والتي ستشمل فلسطينيين محللين وشركاء إقليميين والولايات المتحدة. في خضم توتر وخلافات سياسية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية، جاءت زيارة وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت لواشنطن في مسعى لوضع النقاط على الحروف في ضوء خلافات القائمة بشأن خطة اليوم التالي في غزة وترتيبات ما بعد الحرب والمسار الدبلوماسي الواجب اتباعه لتسوية الوضع في الشرق الأوسط. زيارة جالانت كانت بكل المقاييس ضرورة بالنسبة لإسرائيل في توقيت يبدو أكثر إلحاح بسبب المخاوف من اتساع رقعة الحرب خارج غزة. أما السبب الرئيس فكان لزاما على جالانت السعي لتخفيف حدة التوتر في عقاب قرار الولايات المتحدة تعليق تصدير أسلحة ثقيلة لتل أبيب بعد تقارير أفادت باستخدامها القوة المفرطة في القصف على غزة، وبالفعل فقد نجح جالانت في ذلك. وفي ختام زيارته لواشنطن بعد لقاء مسؤولين بارزين، أكد أن تقدما كبيرا تحقق في مسألة إمدادات الذخيرة الأمريكية إلى إسرائيل، كما أزيلت عقبات وعولجت اختناقات على حد تعبيره. ما سبق هو السبب الرئيسي لزيارة وزير جيش الاحتلال إلى واشنطن، فكان له الأولوية في لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين، ثم تأتي بعدهم مناقشة مقترحات اليوم التالي لما بعد حرب غزة، إذ أعاد جالانت التأكيد على التزام إسرائيل بالاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي بايدن بشأن وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين. تصريحات جالانت جاءت بعد اجتماعه مع مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جاك سوليفان الذي جدد التزام واشنطن بأمن إسرائيل. وبحسب بالبيت الأبيض، فقد بحث سوليفان مع وزير جيش الاحتلال الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والحاجة لزيادة تأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، كما أثار أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية بما في ذلك أهمية نقل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية من دون مزيد من التأخير. قال أفي دختار عضو مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية إن تدمير قدرات حركة حماس في قطاع غزة لا يزال هدفا بعيد المنال. وأضاف الوزير الإسرائيلي أن تل أبيب تستعد لكل الاحتمالات في الشمال وستخوض الحرب ضد حزب الله اللبناني عندما يحين الوقت المناسب على حد تعبيره. أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية بأن عائلات قتلى ومحتجزين إسرائيليين طالبت بتشكيل لجنة تحقيق حكومية بسبب أحداث 7 أكتوبر. وأوضحت الصحيفة أن العائلات سترفع دعاوى إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل تشكيل لجنة للتحقيق، مشيرة إلى أن العائلات تطالب بالتحقيق مع القيادات السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت للوضع الحالي. وكانت المحكمة العليا قد قررت قبل أكثر من أسبوع تعليق التحقيق بشأن إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام الشباك في هجوم 7 أكتوبر إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو المقبل.
تواصل مصر تكثيف جهودها في تجهيز المساعدات الإنسانية المتجهة للأشقاء الفلسطينيين لمنفذ كرم أبو سالم من خلال معبر رفح البري. يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من المساعدات الإنسانية وشاحنات الوقود. المزيد يطلعنا عليه الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زلنا في متابعة مستمرة لنقل الصورة من العريش ورفح، الملفات الخاصة بالمساعدات الإغاثية وأيضا المستلزمات الطبية التي من المفترض أن تدخل إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. هذه السيارات سيارات الإسعاف متوقفة هنا منذ أسابيع، ومنها من يصل إلى أشهر لا تستطيع أن تدخل إلى الناحية الأخرى. تحركت أكثر من مرة إلى بوابة معبر رفح المصرية في محاولة للدخول إلى الناحية الأخرى، تدخل عبر بوابة معبر رفح متجهة إلى معبر كرم أبو سالم، ولكن تعنت قوات الاحتلال كعادتها تمنع دخول المساعدات الإغاثية من مساعدات غذائية، من مستلزمات طبية، ومن أهم هذه المستلزمات بالطبع سيارات الإسعاف، نظرا لاستهداف قوات الاحتلال يعني محيط المستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف واستهداف الطواقم الطبية واستهداف أيضا منظمات الأمم المتحدة وأفراد الأمم المتحدة. أيضا فقد عدد كبير جدا من منظومة الصحة في قطاع غزة فقدت سيارات الإسعاف، لذلك يعني تأتي هذه السيارات كنوع من أنواع النجدة للأشقاء الفلسطينيين، ولكن حتى هذه اللحظة تمنع قوات الاحتلال دخول هذه السيارات بجانب بالطبع منع دخول الشاحنات. ولكن من الناحية المصرية فما زالت مصر مستعدة لتلبية جميع الاحتياجات، منها تجهيز الشاحنات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، أيضا تجهيز سيارات الإسعاف المصرية وغير المصرية لتدخل إلى الناحية الأخرى لاستقبال المصابين الأشقاء الفلسطينيين. أيضا قوات الاحتلال تمنع خروج الأشقاء الفلسطينيين المصابين من معبر رفح الفلسطيني ومعبر كرم أبو سالم، ولكن معبر رفح الفلسطيني بشكل عام خرج تماما عن الخدمة بعد أن احتلته قوات الاحتلال في مايو الماضي، وأيضا أحرقته خلال الأيام الماضية فخرج تماما عن الخدمة. يبقى الآن معبر كرم أبو سالم فقط، ولكن أيضا قوات الاحتلال تعرقل دخول المساعدات من هذا المعبر، بالإضافة لذلك أيضا يعني تدخل بعض شاحنات الوقود وترفض بعضها، فدخل بالفعل اليوم 4 شاحنات للغاز أفرغت حمولتها في الناحية الأخرى. أما على الأيام الماضية يعني لم يدخل إلا ما يقرب من 30 إلى 35 شاحنة غذائية إغاثية، ولكن تم رفض أكثر من 9 شاحنات تقريبا عادوا أدراجهم، وهو أيضا جزء من عرقلة قوات الاحتلال وتعنتها في إدخال المساعدات الغذائية للأشقاء الفلسطينيين. هذه هي الصورة من العريش ورفح. السادسة متواصلة معكم وتتابعون فيها. باريس تبدي قلقها إزاء خطورة الوضع بلبنان وتدعو حزب الله وإسرائيل لضبط النفس واحترام قرارات مجلس الأمن. أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إصابة 19 شخصا في قصف إسرائيلي استهدف مبنى في حي المشاع بمدينة النبطية جنوب لبنان. وأضافت الوكالة أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قصفا صاروخيا من نوع جو أرض استهدف منزلا في حي المشاع بمدينة النبطية، مما أدى إلى إصابة 14 شخصا بالاختناق، فضلا عن إصابة 5 آخرين بجروح. هذا وتعد تلك هي الغارة الأولى التي تتعرض لها المدينة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه نقل قوات إضافية إلى الحدود مع لبنان للتعامل مع تزايد حدة المواجهات مع حزب الله اللبناني. كما صعد وزير دفاع الاحتلال يوآف جالاند الحرب الكلامية، مهددا بإعادة لبنان للعصر الحجري إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية.
مع تصاعد مخاطر اندلاع حرب إقليمية في منطقة الشرق الأوسط جراء زيادة حدة التوتر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي نقل قوات إضافية إلى الحدود مع لبنان كجزء من التحضير للحرب حال فشل المستوى السياسي والوسطاء الدوليين في التوصل إلى اتفاق. القناة 12 الإسرائيلية نقلاً عن مصادر تابعة لقوات الاحتلال قالت إن قيادة الشمال بدأت باستقبال جنود كانوا يقاتلون في قطاع غزة، وبدأت بتدريبهم على عملية محتملة على الأراضي اللبنانية مع القتال في منطقة ضيقة وجبلية وأخرى مأهولة بالسكان. المصادر ذاتها قالت إن توقيت التحرك لم يتحدد بعد، وإن ذلك يعتمد على تطورات القتال في قطاع غزة ومعدل إطلاق النار من لبنان. ورغم إقراره بأن الدخول في حرب في الجهة الشمالية ليس من مصلحة إسرائيل، إلا أن وزير دفاع الاحتلال يوآف جالنت صعد الحرب الكلامية مهددا بإعادة لبنان للعصر الحجري إذا ما فشلت الجهود الدبلوماسية. وقد تصاعد القلق الدولي من سخونة المواجهات الحدودية المتواصلة منذ 8 أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحزب الله على خلفية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مما يزيد من خطر نشوب صراع أوسع في المنطقة. أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تشعر بقلق بالغ إزاء خطورة الوضع في لبنان، ودعت حزب الله وإسرائيل إلى ممارسة ضبط النفس واحترام قرار مجلس الأمن رقم 1701. وفي بيان لها دعت الخارجية الفرنسية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وبذلك تنفذ قرارا لمجلس الأمن والتابع لها، مؤكدة أن فرنسا ستظل ملتزمة التزاما كامل بمنع أي خطر للتصعيد على الخط الأزرق وتعديل وتعزيز الحلول الدبلوماسية. Avec Israël, nous partageons une autre terrible épreuve. نشرت صحيفة Financial Times الأمريكية مقالاً أكدت من خلاله أن قنابل الفوسفور الإسرائيلية جعلت المنطقة الحدودية في لبنان غير صالحة للسكن. وأشارت الصحيفة إلى أن هجمات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة تسببت في أضرار جسيمة ليس فقط للمنشآت العسكرية لحزب الله، ولكن أيضاً للبنية التحتية المدنية بما في ذلك المباني السكنية والأراضي الزراعية. ووفقاً لتقديرات الصحيفة، فإن نتائج القصف تشير إلى أن إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة في لبنان. أعلنت هيئة بحرية أنه فيما يتعلق بحادث وقع على بعد أكثر من 80 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدية اليمنية، تم الإبلاغ عن طبيعة الهجوم على سفينة على أنه بزورق مفخخ. وأضافت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق للميناء التالي. وكانت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري أعلنت أن سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لمقذوف غربي ميناء الحديدية اليمني المطل على البحر الأحمر. وأشارت أمبري إلى أن السفينة المستهدفة كانت متجهة إلى مدينة الدمام السعودية. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية بتدمير موقع للرادارات لقوات الحوثي في اليمن، وأوضحت أن موقع الرادار كان يمثل تهديدا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. حذرت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف كاثرين راسل من استمرار دفع الأطفال لثمن النزاع الدائر في السودان. وأكدت راسل أن أكثر من 400 طفل سقطوا بين قتيل وجريح في الأسابيع السابعة الماضية بمدينة الفاشر، مشيرة إلى أن 9 ملايين طفل يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وتقريبا 4 ملايين طفل أقل من 5 سنوات يعانون من سوء التغذية الحاد. من جانبه أكد المرصد الدولي للجوع أن السودان يواجه أسوأ مستويات النقص الحاد في الأمن الغذائي على الإطلاق، وأن هناك تدهور صارخ وسريع في الوضع الغذائي في السودان، محذرا من انتشار خطر المجاعة في 14 منطقة بالسودان.
ألقت 14 شهرا من الاشتباكات المسلحة بظلالها على القطاع الصحي في السودان ما أدى إلى إغلاق العديد من المستشفيات والمرافق الطبية والتي تضررت أو أحرقت. وحذر الأطباء من أن مرافق التشغيل القليلة جدا قد تغلق أو تغلق أبوابها بسبب محدودية الموارد واكتظاظ المرضى داخل المستشفيات. بس أنا في ظروف مرضية صح؟ وطلعت من البلد دي خليت القدام هو الوراي، فكيف عجلت الحياة تاني تستمر؟ ما تقدر تستمر عجلة الحياة. وهل أنا أضمن مع هذه المكانات دي أقدر أقوم ولا أقدر أموت ولا كيف؟ كل المفترض مرضى غسيل الكلى يغسلوا 3 غسلات في الأسبوع في كل العالم. مفترض الغسيل البروبر يكون 3 غسلات في الأسبوع. للأسف نحن الآن بنغسل غسلة واحدة للأسبوع للمريض، وفي مرضى لا ما قادرين نوفر لهم الغسله دي، حتى الغسله الواحده ما قادرين نوفرها لهم. اذا استمر الوضع على ما هو عليه قد نعتذر على تقديم هذه الخدمه في ولايه كسلا، لانه المركز هو مركز وحيد في الولايه. مشاكل كثيره في الناحيه الدوائيه، فحس عندك الامراض المزمنه دي يعني اغلب الادويه بتاعت الامراض المزمنه بقت غير متوفره وغير متاحه، وحتى في الادويه المتوفره يعني بتكون بتكلفه عاليه. رمضان اللي قامت فيه والحرب أنا كنت في المستشفى، كنت عملت العملية دي، طلعوني وخدتوني في حتة معزولة براي. حصل الضرب، مفروض أرجع مقابلات وغيارات للجرح وهكذا دي. طبعا الحرب قامت، كنت اتحركت جيت هنا لولاية كسلة، جيت هنا وبعد. قبل ساعات من الانتخابات الإيرانية أعلن كل من أمير حسين قاضي زادة هاشمي وعلي رضا زاكاني الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها غدا الجمعة. من جانبه دعا الرئيس السابق حسن روحاني إلى التصويت لصالح المرشح الإصلاحي مسعود باشاكيان الذي أظهر استطلاع للرأي تقدمه في السباق نحو الرئاسة. حالة من الترقب تعيشها إيران مع دخول سباق المنافسة على تولي رئاسة البلاد بين المحافظين والإصلاحيين مرحلته الأخيرة، وذلك لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وسط توقعات بأن يهيمن على الانتخابات غلاة المحافظين. ووفقا للدستور الإيراني يحق لجميع المواطنين الإيرانيين البالغين من العمر 18 عاما فما فوق التصويت، ما يعني أن أكثر من 61 مليون من سكان إيران يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، وذلك في 60,000 مركز انتخابي في عملية يشرف عليها مجلس صيانة الدستور ووزارة الداخلية. يتم فرز جميع الأصوات يدوياً داخل مراكز الاقتراع، لذلك لن يتم الإعلان عن النتيجة النهائية قبل 2 على الأقل وبشكل رسمي. وحال عدم حصول أي مرشح على 50% زائد صوت واحد من أصوات الناخبين، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين الذين حصل على أكبر عدد من الأصوات في 5 يوليو المقبل. ومع إعلان النتيجة الرسمية للانتخابات يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان، وتستمر فترة ولايته لمدة 4 سنوات، ولا يجوز له تولي المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين. تقتصر اختصاصات الرئيس الإيراني على تنفيذ الدستور وممارسة السلطة التنفيذية باستثناء الصلاحيات التي يختص بها المرشد الإيراني، كما أن رئيس الجمهورية يختار أعضاء حكومته بعدما بات مسؤولاً مباشراً عن الأداء الحكومي عقب إلغاء منصب رئيس الوزراء في إيران، وذلك في عام 1989. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني المنتخب يدير الشؤون اليومية للبلاد، فإن السلطة الحقيقية تبقى في يد المرشد الإيراني الذي يبقى له القول الفصل في القضايا الرئيسية. We'll be right back.
دخلت جامعة القاهرة ضمن أفضل 300 جامعة عالمية بالتصنيف الأمريكي US News لعام 2024، حيث اخترقت الجامعة حاجز أفضل 15 جامعة على مستوى العالم في تخصصي الصيدلة والسموم بترتيب 12 عالميا. ولأول مرة أيضا تأتي الرياضيات في الترتيب 33 عالميا، وعلم البوليميرات 44 عالميا، وسبع تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص عالمي. وتصدرت جامعة القاهرة الجامعات المصرية لتتواجد سبع تخصصات ضمن أفضل 100 تخصص على مستوى العالم، ذلك من مجمل 2460 جامعة عالمية. والآن وقفة اقتصادية من نشرة السادسة مع الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا سارة نجيب، شكرا أميرة العقد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية. تشارك مصر في الاجتماع الوزاري 14 لوزراء الزراعة لتجمع البريكس بالعاصمة الروسية موسكو، الذي يقام غدا تحت عنوان تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين. هذا ومن المقرر أن يتحدث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أمام الجلسة الأولى للاجتماع، والتي تتناول استدامة الزراعة كأساس للأمن الغذائي. يستعرض جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي لمواطنيها، كما يطرح رؤية مصر لتحقيق الأمن الغذائي لشعوب تجمع بريكس. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعا بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات كلية بلغت نحو 4.4 مليار جنيه. هذا وقد ربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.876 تريليون مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات فقد ارتفع مؤشر إيجيكس 30 بما نسبته 97% ليغلق عند مستوى 27766 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بما نسبته 31% ليغلق عند مستوى 6194 نقطة. وصعد مؤشر EGX 100 تلوس نطاقا بما نسبته 0.3% ليغلق عند مستوى 8985 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط رغم زيادة مفاجئة في المخزونات الأمريكية، عززت من مخاوف تباطؤ الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، لكن أثر زيادة القلق من تبعات التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط فاق ذلك. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4% ليصل إلى 86 دولار و14 سنتا للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 9% لتحقق 81 دولار و63 سنتا للبرميل. هذا وقد ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.3% لتصل إلى 2.59 دولار للتر، وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.28% لتسجل 2.71 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة في الأسبوع الماضي، مما قد يهدئ من المخاوف المتعلقة بوجود تحول كبير في سوق العمل. قالت وزارة العمل الأمريكية أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة الحكومية تراجعت ب6000 طلب، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 233 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وطلبات الإعانة بمعدلها الحالي غير بعيدة عن الحد الأعلى من مدى تحركت فيه هذا العام بين 194 ألف و 243 ألف طلب.
أعلنت الصين ارتياءها الشديد ومعارضتها القوية إزاء الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حديثاً بإدراج شركات صينية في قائمة عقوبات بسبب تورطها المزعوم مع روسيا. حث المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية للاتحاد الأوروبي على التوقف دون قيد أو شرط عن إدراج الشركات الصينية في هذه القائمة الخاصة بالعقوبات، وأضاف أن الصين ستحمي بحزم الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية. كما لفت إلى تعارض هذه الخطوة مع التوافق الذي توصل إليه قادة الصين والاتحاد الأوروبي، مما يؤثر سلبا على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. أعلن البنك الدولي في أحدث إصداراته من تقرير موجز للهجرة والتنمية أنه بعد أن حققت التحويلات الرسمية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا قويا خلال الفترة 21-22، فقد شهدت تلك التحويلات تراجعا في عام 2023 لتصل إلى ما يقدر بنحو 656 مليار دولار. من المتوقع أن تشهد التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نموا أسرع يصل إلى 2.3% في العام الحالي، على الرغم من أن هذا النمو سيكون متفاوتا من منطقة إلى أخرى. أعلن الرئيس التنفيذي لوكالة تأمين التجارة والاستثمار الإفريقية مانويل موزس أن الوكالة حققت عام 23 أفضل أداء مالي لها. كما أوضح مانويل موزس خلال كلمته بالاجتماع العام السنوي 24 والمنعقد في مدينة ليفينغستون بزامبيا أن أبرز ما يميز بيانات الوكالة المالية هو ارتفاع الربح خلال العام بنسبة 184% وإيرادات التأمين بنسبة 14%. أما إجمالي العمليات فوصلت نسبته إلى 19% وإجمالي الأصول إلى 27% وحقوق الملكية 25%. بالنسبة لصافي التأمين والاستثمار فقد وصلت نسبته إلى 142%. وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه الوقفة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار في نشرتنا مع سارة وأميرة. شكرا لك مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة ولا يتبقى سوى التذكرة بأبرز العناوين. مدبولي يتابع موقف عمل شركات النقل التشاركي بنظام تكنولوجيا المعلومات. قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في حي الشجاعية بمدينة غزة وتتحدث عن خوض المرحلة الأخيرة من عملياتها في رفح الفلسطينية. تقارير صحفية تكشف عن تقديم واشنطن مساعدات أمنية لإسرائيل بقيمة 6.5 مليار دولار، ووزير بالاحتلال يتحدث عن صعوبة تدمير قدرات حماس في غزة. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.